في ربوع الحصن من سهل حوران فيض من الذكريات ووقفات من التاريخ. هنا هذا البيت التاريخي القديم كان يعرف باسم مضافة آل غنمة، زاره الرحالة السويسري ستيزن عام 1806، واستقبله الشيخ عبد الله غنمة، وإليه كانت القوافل وجهتها الأولى في محيط هذه المنطقة. هذا الباب كان مرتفعا إلى الحد الذي يسمح للجمال أن تمر منه إلى فضاء الحوش فيه، بيت قوافل تجارية ومسافرين، ولكنه دار ضيافة. ونقرأ على واجهته أبيات شعرية كتبها الشاعر أبو نصر عام 1833 تقول: بنيتم آل غنمة رتاج سعد، ودارا للضيافة والوفادة، يبارك ساكنيها أبو العطايا، ويمنحهم أفانين السعادة، ويلقى زائروها جميل تصاحبه الحفاوة والرغادة. سدى تاريخكم عون ففضل، ولحمته الأمانة والنجادة.